شكرا لك زميلي حمدان وكابتن يوسف العربي نجم هذا اللقاء. نقول لكم ألف مبروك اليوم بعد 3 تعادلات، أخيرا يأتي الانتصار. والحمد لله ربحنا اليوم، احنا فرحانين علاش غرفة داروا تعادل في إيران، وحنا قالينا المدرب إلى باغين نتبعوا الطريق في ليغ دي شامبيون لازم اليوم نربحوا ونسجلوه. هو كان مباراة صعيبة شوية، ولكن الحمد لله فرحنا بزاف باش منا ربحنا هذه المباراة. اليوم يمكن المستوى ما كان المستوى اللي كان يبغاه الجمهور. صح علاش حتى اخر مباريات صراحه يوسف الهلال لم يظهر بمستوى كبير. وبصح المباريات اللي لعبناها مع المنتخب ما كانش كويس، ودابا رجعنا مزيان. حنا عارفين الشامبيون ساله وباقي لنا غير ليغ دي شامبيون والكينج كاب، ولازم حنا بغينا نربح واحد الكاس وان شاء الله غادي نزيدوا الطريق باش نربحوا. اليوم يوسف قدم احلى مباراة، نتحدث عن هدفين، نتحدث عن مهارات كبيرة ظهرت اليوم. صح كان لاعبين كبير معنا، ولكن الحمد لله اليوم غير 11 لاعبين اللي بدا المباراة اللي لاعبين كويسين، كان صعيب شوية ولكن الحمد لله سجلنا الثاني ودابا غادي نسرحوا شوية وغادي نلعبوا في اتحاد نهار الاحد ان شاء الله. مهمة قوية امام الاتحاد. وان شاء الله لازم دربي كبير في السعودية. شكرا يوسف. لا شكرا، السلام عليكم. شكرا، نشكر رأيك.